أهلا بكم سيداتي وسادتي، هذا الفيديو اللي نخصه لكأس الملك سلمان للأندية العربية على بعد أيام قليلة من بداية هذا الكأس في كل من أبها وطائف. الفرق المغربية والفرقين المغربية المشاركان في هذه الدورة هما الرجاء والوداد. هل الفريقين المغربيين مستعدان للظفر باللقب؟ ما هي لوائح المهمة التي تهمنا فيما يخص الكأس العربي للملك سلمان؟ شنو هما الضوابط وشنو هو البرنامج العام لهذا الكأس العربية والجوائز المالية التي تخصها؟ نشوف هادشي كله بعد هذه الوصلة الإشهارية. أولا نتكلم عن المجموعتين التي تضمان كل من الرجاء والوداد. يمكن أن نقول بأن مجموعة الرجاء أسهل شيئا ما من مجموعة الوداد، لأن مجموعة الوداد تضم فريقين عربيين ديال الخليج اللي ماشي سهلين، لا الهلال السعودي ولا فريق السد القطري اللي يجري يوم السبت المقبل مباراة ودية مع الرجاء للاستعداد للوداد، بالإضافة إلى الأهلي الليبي. ثلاث فرق محترمة جدا، واحد يعني القيمة اللي متفارقة شيئا ما. الوداد عندها أصعب مباراة الهلال السعودي، ثم السد القطري، في الأهلي الليبي. الرجاء عندها شباب الوزداد، خصم ماشي سهل، بطل الجزائري 4 سنوات متتالية، دائما تشارك في أدوار متقدمة من عصبة الأبطال، رغم أنه الموسم انهزم في ربع النهائي بحصة ثقيلة أمام مابيليدي سان داونز. عندها فريق الكويتي، وفريق معروف عند المغاربة لأن كثير من اللاعبين المغاربة لعبوا في هذا الفريق، وعندها فريق الوحدة الإماراتية اللي فاز وقصى فريق الجيش الملكي المغربي، وبالتالي ماشي فريق سهل. ولكن إذا جينا نقارنوا بين المجموعتين تبان بأن مجموعة الوداد أصعب شيئا ما. نبداو بالمجموعات. النوع الاولى فيها تلعب في الطائف، فيها الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الصفاقسي التونسي والشرطه العراقيه، فريقين تونسيين، ثم الاتحاد السعودي ديال بنزيما وحمد الله. المجموعه الثانيه في ابها والتي تهمنا السد القطري، الوداد المغربي، اهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي. المجموعه الثالثه فيها الزمالك الطائف، الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري، النصر السعودي والشباب السعودي، فريقين سعوديين قويين، بالإضافة النصر والشباب ديربي الرياض، الاتحاد المنستيري، الزمالك المصري. هذه مجموعة صعبة جدا. المجموعة الرابعة والمجموعة الرابعة هي التي تهمنا، ستلعب في أبها، شباب الوزداد، رجاء، الكويت والوحدة الإماراتية. البرنامج ديال الفريقين، البرنامج الكامل واللي نشوفه فيه كذلك برنامج الفريقين المغربيين، فيوم الخميس 27 يوليو، أي يوم الخميس غدا، لا تبقى أسبوع، السد القطري يواجه الوداد على الساعة 4 بعد الزوال بتوقيت السعودية، أي الساعة 8 بعد الزوال بالتوقيت المغربي. بزاف الناس يقولوا الساعة 4 بعد الزوال هو توقيت صعب في السعودية، لكن مدينة أبها هي مدينة تشبه كثيرا مدينة إفرال المغربية، وبالتالي جو فيها ماشي حار بزاف خلافا للطائف. فهاد يوم الخميس كاين رجاء فقط هي اللي الوداد اللي لعبة، ويعني الهلال السعودي سيقابل أهلي طرابلس في الساعة 8 ليلا بالتوقيت السعودي. يوم الجمعة الرجاء سيدخل في نفس التوقيت مع كل أسف هذه البطولة في أصعب مباراة في المجموعة، هي رجاء شباب بالوزداد دائما في مدينة أبها. يوم السبت راحة، يوم الأحد الوداد يعود لواجهة أهلي طرابلس دائما في الساعة 4 بعد الزوال. هنا تشوفوا بأن التوقيت داروه اللجنة المنظمة لمراعاة مصالح الأندية السعودية مع كل أسف، وهذا هو حالنا حال العرب. بعد ذلك يوم الاثنين 31 يوليو، الرجاء سيواجه الكويت الكويتي، وكان المرة
الساعة الثامنة ليلا، الساعة السادسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي. من بعد ندوزو لبقية الأربعاء، آخر مباراة في نفس التوقيت الهلال السعودي مع الوداد في الساعة الرابعة بعد الزوال بأبها، هي الساعة الثانية، وتبقى الوداد في أبها خلافا للمباراة الأخرى عن نفس المجموعة اللي تنتقل لمدينة ضمك اللي كنلعب فيها كل من ياجور واللاعب حدراف. الخميس أسبوع بعد بداية البطولة الرجاء حتى هي تنهي المجموعة ضد الوحدة الإماراتية دائما في مدينة أبها، وبالتالي الفرق المغربية يلعبوا المباريات الثلاثة في مدينة أبها دائما الساعة الرابعة بالزوال. يعني الوداد تلعب المباريات الثلاثة الساعة الرابعة بالزوال بالتوقيت السعودي، الساعة الثانية بالتوقيت المغربي، الرجاء تلعب المباراة الثانية فقط في الساعة الثامنة ليلا. بعد ذلك جمعة رابعة راحة، والسبت يبدأ مباراة ربع النهائي. وهنا إلا بغى فريق يعني الثاني ديال المجموعة ألف، إلى الرجاء مجموعة ألف هي الوداد، إلا بغى الوداد تحل الصف الثانية تبقى في أبها وتقابل الأول المجموعة باء، الأول المجموعة باء الذي يعني ما عندناش ربع نهائي رجاء وداد نهائيا. إلا رجعنا المجموعات فالرجاء كاينة في الوداد في المجموعة الثانية، والرجاء في المجموعة الرابعة، الوداد في المجموعة الثانية والرجاء في المجموعة الرابعة، وبالتالي المجموعة الثانية يحتلت الصف الأول تبقى في أبها، إذا خصها تحتل الصف الأول باش تلاقي مع الثاني ديال الصف ديال المجموعة ألف باش تبقى في أبها. إذا الوداد احتلت الصف الثانية تمشي لطائف تلعب ربع النهائي مع اللود مجموعة ألف. اللود مجموعة ألف هو المجموعة ديال الترجي التونسي والاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقية، وبالتالي الوداد تنظن من الأحسن تحصل الصف الأول. بعد ذلك يوم الأحد الرجاء تدخل، هي حلت الصف الأول تبقى في أبها وتقابل مع الثاني ديال المجموعة الثالثة اللي فيها الزمالك والمنستير والنصر والشباب السعودي، وإلا حلت الرجاء الصف الثاني في مجموعتها تمشي للطائف باش تقابل مع الاول ديال المجموعه الثالثه دائما. الاثنين والثلاثاء راحه، والاربعاء 9 يونيو يعني الفائز في مباراه 26 مع الفائز في مباراه 28، يعني هنا ما يمكنناش نعرفوا شنو كاين، ويمكن نصف نهائي في ابها ونصف نهائي في الطائف، والنهائي يوم 12 يونيو يوليوز في ابها. هذا هو البرنامج العام ديال الفرق المغربية بجوج. ندوزو دابا للوائح، واللوائح المهم فيها هو المادة 3، يعني يتم تسجيل اللاعبين وسط النادي واعتماد الاتحاد الوطني عند المسابقات الخاصة بالاتحاد العربي حسب المواعيد المحددة بالنظام. هنا تشوف الدور الثاني للمرحلة النهائية لكل نادي مشارك في المرحلة النهائية، الحق في أن يسجل في قائمة 35 لاعب على أن يكون في المباراة فقط 23 لاعب من المسجلين في الاتحاد الوطني ديالهم، لان يخسر بينهم تتعشى في المباراه. يعني باش اللاعب يقدر يلعب في هذه الكاس العربيه خصو يكون مسجل اللائحه الوطنيه، يعني خص الرجاء مثلا تفضي النزاعات ديالها وتسجل اللاعبين ديالها الجدد باش يقدروا يشاركوا في الاتحاد العربي لا هي ولا الوداد. وبالتالي اي لاعب غير مسجل في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لا يحق له اللاعب في البطولة العربية ويلعب، وكان اعتراض ديال الفريق الخاص يخسر في المباراة. بعد ذلك الوثائق قائمة معتمدة من الاتحاد الوطني بالنسبة للاعبين، الجامعة هي التي القائمة، شهادة طبية موقعة من طرف طبيب النادي سهلة، وصورة حديثة شخصية لكل إداري، مسؤولية جميع المعلومات الصادرة عن النادي والخاصة بلاعبي الفريق وأعضائه تعتبر مسؤولية النادي واتحاده، يعني أي مشكل وأي خطأ يخسر النادي للمباراة. والنادي المسؤول على متابعه الاجراءات الانضباطيه الخاصه باللاعبين الاعضاء، يعني اذا كان شي جوج انذارات خص النادي اللي ما يلعبوش يلعبوا يخسروا المباراه، اذا كان طرد خص المباراه المواليه فورسيمون ما يلعبوش. اهليه اللاعب يجب ان تفرض ان يكون اسمه مشجع في كشف النادي معتمد من قبل اتحاده، ان يكون اسمه مشجع في كشف النادي معتمد من الاتحاد العربي، وان يكون اسمه مطابقا لجواز سفري السفر المفعول واثبات الهويه
تتكون طرف رخصه للاتحاد العربي ولا ما كانتش رخصه كاينه. الا كانت رخصه كاينه وما جابهاش $500، الا كانت رخصه ما كايناش مازال ما خرجش الاتحاد العربي فجواز السفر هو من يثبت الهويه في حاله عدم هذاك الشيء واضح وضوح الشمس. هنا انا درت لكم في اللوائح شنو الترتيب في حاله تلاقي ناديين بعد نهايه المجموعه في ترتيب واحد بعدد بمجموع عدد النقاط نفسه اكبر عدد النقاط مجموعة فارق الاهداف يعني لو لافيراج جينيرال هو اللي تيدوز نادي على اخر ماشي لافيراج جينيرال ماشي بحال الاتحاد الافريقي باش ما نغلطوش. من بعد اكبر عدد الاهداف مسجله من بعد يا كان بحال دابا بلوس 4 بلوس 4 وكان واحد عنده ماركيت 9 وواحد ماركيت 8 فمول 9 هو اللي يدوز. من بعد عاد اذا حصل التعادل بين ناديين اكثر حسب الحالات المذكوره على يتم اللجوء الى اكبر عدد النقاط المحرزه في المجموعه بين الانديه المعنيه. عاد تولي البرافراج انديفيديوال وفورسيمون البيوت وعاد تولي اكبر عدد كان قد كانوا تعادلوا بيناتهم عندي اكبر عدد من الاهداف المسجله في مباراه المجموعه بين الانديه المعنيه شكون اللي ماك اكثر من الاخر. هل دابا كان ما يمكنش هنا شكون ماك اكثر من الاخر واللاعب النظيف هذا الروح الرياضيه يعني هذه من اللي تي ماك اكثر هو اللي عنده الامتياز يعني يتعادلوا الفريقين في المجموعه وكان كل شيء قد فاللي ماك اكثر في المجموعه كلها هو اللي تيدوز. البطاقه الصفراء عندها نقطه واحد ناقص واحد البطاقه الصفراء الثانيه هي الحمراء غير مباشره ثلاثه والبطاقه الحمراء المباشره اربعه وبطاقه صفراء وبطاقه حمراء مباشره خمسه وبعد تجرى قرعه الى تلاقاو الفريقين رغم ذلك كله في هذا الترتيب. يعني اعطيتكم كيفاش يمكن لهم يلعبوا اللاعبين شنو هما القوانين ديال الاتحاد العربي شنو هو القوانين ديال الترتيب. دابا ما بقى لنا غير نطلبوا الله باش الفرق المغربيه تمشي في ابعد نقطه في هذا الكاس علما ان تنظن بان الرجاء مازال لحد الان ما شجعت اللاعبين الجدد نتمنى الله باش يشجعون قبل يوم 27 يوليوز المقبل. الوداد تنظن ماشيه باش تسجل اللاعبين ديالها الرجاء الى شجعت اللاعبين عندها حظوظ كبيره باش تدوز للدور الثاني الوداد خاصها تصابر باش تدوز للدور الثاني كما كان الحال الفرق المغربيه بجوج لا الوداد ولا الرجاء بينوا على علو كعبهم في المنافسات الخارجيه وبينهم ان تعرفوا يكبروا في المباريات الكبرى هذا ما نتمناه لان نتائج كارثيه في الكاس العربيه لن تخدم ابدا مصلحه الناديين في الاستعداد للموسم المقبل اللي يكون صعيب بالنسبه للوداد اللي عنده مشاركتين افريقيتين لا عصبه الابطال ولا كاس الممتازه ولا بالنسبه للرجاء اللي خصو يركز بزاف على البطوله والكاس باش يرجع للمنافسات الافريقيه كما كان الحال. حظ سعيد للفريقين معا والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.